بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا اللقاء الثاني، اليوم الأحد 17 من شهر يوليو 2021، الثامن عشر، الموافق للثامن من شهر ذي الحجة 1442 للهجرة. مرت معنا مسألة أيها الأحبة في مسألة نقل الزكاة لبلد آخر أو لمنطقة أخرى. نعم يجوز، لكن لا يأثم من لم ينقلها، لا يأثم من لم ينقلها. وبالنسبة للرحم، نعم، إلا إن كان واجب عليك نفقتهم، إن كانت واجب عليك النفقة. كيف واجب عليك النفقة؟ مثل أخ صغير أو أخت، إن كانت كبيرة إلا أنها مثلا لا أبناء لها، لا زوج، لا أخ، فهي مسؤولة منك، فهنا يجب عليك أن تعطيهم من وسط مالك، لأنهم من أهلك، تنفق عليهم يعني مو لازم تطلع لهم سيارات جديدة أو فلل أو شقق تمليك، من وسط ما تنفق على أهلك. طيب، يعني بحيث أنك ما تأتي نهاية السنة وأنت غني فتقول والله هم فقراء، أدفع لهم من الزكاة ولا ما أدفع لهم من الزكاة. لا، ما هكذا تورد الإبل. طيب يا مشاه، طيب الآن عندنا من تلزمهم النفقة من هم؟ لأنه هذا مو موضوعنا في عندنا عمودي النسب، عمودي النسب الأب والأم، وإن علوا جد والجدة ما تتركهم، وفروع النسب من الأبناء والبنات وأبنائهم. ثم عندنا الحواشي التي مرت معنا، اللي هم الإخوة والأعمام والأخوات والعمات، وأيضا الخلان من باب طيب، وأيضا من باب المصاهرة. هل واجب شرعا؟ لا، لكن من ترثهم أو يرث منك هؤلاء إيش يجب عليك أن تعطيهم، متى من لم يجدوا من ينفق عليه. مو مسألة غنى وفقر، مسألة عندك أو ما عندك، هم عندهم أم لا يوجد عندهم. طيب يا مشايخ، طيب قد يكون الأب فقير والابن فقير ولا لا، أو مسكين مسكين، إنسان على قد حاله. الأب مسكين ما عنده دخل، يعني لا عنده تجارة، كان زاهدا في الدنيا، ولا عنده مواشي ولا عنده شيء، جالس في البيت على ما يكفيه من طعام، والحمد لله ما يقدم له من طعام، يعني يدب بقوت يومه أو يومين. والابن دخله محدود، يدب ماشي على الراتب، وحالته ميسورة، يعني على مش الغنى، حتى يمكن ما عليه زكاة. فلو جاءته زكاة، مثلا زي زكاة الفطر، زكاة البدن، هل يجوز أن يدفعها لوالده؟ وإن كان نعم يجوز. فلا يأتي، شوف الفقه فائدته، فلا يأتي إنسان يقول كيف هذا تجب عليك نفقته، كيف تدفع له الزكاة؟ لأنه فقير وأنت فقير أصلاً، كلكم يعني في نفس المنزلة. والعكس، إذا كان هو غني وأخوه مثلاً فقير، لكن فقره بنفقة، يعني مثلاً هذا الأخ يعلم أنه هو غني، رقم ألف أخ غني وباء أخ فقير، فألف يعطي إيش؟ باء، لكن لا يعطيه للغنى، يعني مو يلزم الغني وإن كان أخ أن ينفق على الفقير حتى درجة الغنى. هذا من ناحية الإلزام والوجوب الشرعي، لكن من ناحية النفقة أنك ما تتركه، يعني ما يأتي أحد الإخوة فلا ينفق على أخيه الفقير أو أخته الفقيرة ولو نفق شهرية، حتى بحيث طيب جاء نهاية الحول عند أداء الزكاة ويقول يريد أن أدفع لها من الزكاة، ما مثال؟ هنا تبي المثال ليستوضح. فلا، مثلا لو عندي شخص ألف، هذا عنده أخت تحتاج من النفقة مثلا 500 كل شهر، قال مقدور عليها، أستطيع، ما شاء الله راتبي يكفي، والخمسمائة هذه من باب النفقة مو من باب الزكاة. وجاء نهاية الحول، سبحان الله، وعليها إيجار، جالسة في شقة والإيجار مثلا 6000، برضو 500، أو خليها 600 يصير الإيجار 7200، فعليها إيجار 7200 وهو عليه زكاة، فهل يجوز أن يدفع من الزكاة للإيجار؟ يجوز. ليش؟ لأنه أدى النفقة الواجبة عليه، لأنه هي مثلا على قد حالها، ما في أحد ينفق عليها، وفي نفس الوقت لم يكلف نفسه أن يدفع مثلا، أن يتركها فيقول لا أدفع لها من الزكاة، لأنه لو امتنع
أقول لا أنا ما ما دام ما يجوز لها الزكاة ما بدفع 7000. ليش هي ما وفرت؟ أنا ما عندي كفاية أصلا أدفع لها أكثر. بس هذا غالبا يعني هو أيضا مثلها فقير أو مسكين يعني على قد حاله. فاهمين يا مشايخ؟ نعم، يجوز للرجل النفقة، تعتبر صدقة حتى الرجل يطعم زوجته له فيها أجر أو صدقة. طيب هل يجوز له أن يحول النفقة هذه إلى زكاة؟ نفس هذا الشخص ألف قال ما دام أنتم تحسبوا لي 7200 لنهاية السنة زكاة، أنا أيضا 500 500 500 هذه بجعلها زكاة. يا سلام عليكم، يجوز لا يجوز ولا يجوز كلكم؟ لا يجوز كلكم؟ لا، هي ترجع إلى نفس الشخص. شفتوا كيف فقهها؟ ترجع إلى نفس الشخص. فلو كان فقره أشد، مو فقره يعني على قد حاله، حتى يعتبر 500 كثير عليه، يعتبر 500 أصلا كل شهر كثير عليه، يعني ما عنده، يعني هو يدوب دخله مثلا 3000، ينفق ال 2000 2500 يبقى يدخر يدوب ال 500. فممكن يقول لك لا خلاص انا ال 500 هذه اصلا ما علي زكاه، يمكن النهايه بعدين ما علي، او اجعلها فقها، هذا اجعلها دين، اجعلها دين. تعالي يا اختي ترى انا ما عندي يعني على قد حالي، ساجعل هذه ال 500 التي اعطيك اياها دين. دين، طيب انا ما عندي اعطيك، خليها على الله. كيف خليها على الله؟ يعني انت ملزمه بها، جاك ميراث حاخذ، ما جاك ميراث هي باقي عليك. إن جاني أحد يريد أن يدفع، يعني الشيخ تاجر فقال والله أنا عندي تجارة وعندي مال، ومن المنافذ الآن اللي نمر عليها اللي مسألة الدين، فهل أنت عليك دين؟ نعم علي دين والله يا شيخ، أعرف واحدة يعني مديونة ولو كانت لي 10000، لا سنتين ولا 3 سنين، هذا من الفقه، لا 3 سنين وأنا أدفع لها وما في حد دفع لها، يقول لك هذه خذها، خذها كاملة. اي نعم، هذا الذي سياتي معنا. طيب ليش تفعل هذا الشيء؟ لانه هذا من الفقه، هذه فائده الفقه الناس الان اللي تغفل عنها، يعني بس مشوا بالحساب الان، الحساب الجديد الان اللي هو حساب الشركات وحساب كيف تحسب حقت يومك. لا، هي يجوز ان تجعلها كدين. وسياتي معنا كيف طيب تجعلها كدين ما دام مرت معنا. مريت انا مثلا مره، هذا الف، هذه قصه ثانيه او مثال ثاني، فهمت المثال الاول؟ طيب مثال ثاني، جاء ألف وجد باء إخوانه، ألف باء جيم 3 إخوان، ألف الكبير باء وجيم الصغار، تحصل ترى هذه الآن استفهموها. جاء ألف وجد بين باء وجيم منازعة ممكن تصل إلى القتل والسجن والمضاربة. ليش؟ يتضاربوا على سيارة، السيارة كانت بينهما شراكة أو شيء، واحد صدم واحد كسر واحد خرب، الآن يتضاربوا عليه ويتزعلوا، تصير ولا ما تصير، أو على أرض ولا على شيء، فقال أنا أتدخل بينهم بالصلح، تعالوا يا جماعة أنتم علشان تتزعلوا؟ قالوا كل المبلغ ترى اللي نتضارب عليه ما يجي حتى 1000. قال هذه 1000 أنا أدفع 1000 وأعتبرها عليكم دين. قالوا ما نقبلها دين. شوف نفس يختلف عن مثال الأخ مع أخته، قالوا ما نقبل، ما أني بس صحيح قاعدين نتزاعل، كل واحد يبي يأدب الثاني، الحين باء وجيم ينظروا أنه بأدبه، خليه يدفعها، خليه يحس، هو اللي صدم هو اللي خسر هو اللي كذا، تصير هنا. يجوز لألف أن لا يجعلها دين عليه، ويجعلها الألف هذه دفعها من باب الصلح، أنه دفعها تغرمها من باب الصلح، أو دفع الدية. كيف دفع الدية؟ نفس فكرة السيارة فيما مضى، يجي يقول مثلا ضربني كسر سني في 10 من الإبل، ضربني في وجهي شجني شق لي وجهي في 5 من الإبل أو 10 من الإبل على حساب أين في الوجه، حلق لي لحيتي، في دية كاملة على بعض المذاهب. هنا من جاء تعدى عليك في حلقة على لحيتك، هنا فلوس هذه، ورغم أنه تطلع بس يقول يجب فيها إيش؟ دية كاملة. سبحان الله، من الفوائد هم لا تقاس بين. طيب ما هو مو موضوعنا في الديات الآن، موضوعنا في إيش؟ الميم عليها فلوس، عليها فلوس. فجاء شخص اللي هو ألف دفع، تغرم ودفع من باب الصلح بين القبيلة، بين الألف باء وجيم، بين الناس هذول اللي جعلوا زوج مع زوجته، وصل الحد بينهم إلى الطلاق، فدخل المصلح هذا أصلا يصلح بينهم، فإذا به مرته وشاف المضاربة كلها، أن الزوج شال ذهب الزوجة قبل 2 سنين وهي برضاها، لكن الآن هي قلبت
وتبقى إلا الفلوس حاضرة ناظرة وتبقى ذهبها كن فيكون، أريد الذهب الآن وإلا سأريك ليلة سوداء في يوم. فقال خليني أنا أدفع لها، أروح أشتري لها من السوق ذهب وخلاص. من اللي الآن تحمل؟ ألف. هذا الآن المصلح الذي تغرم يجوز أن تدفع له الزكاة. كيف يجوز أن أدفع له الزكاة؟ لو جاءته زكاة يجوز له أن يأخذ منها له. مثلا كان مصلح، إنسان إمام في مسجد أو شيخ أو يعني كبير في قومه أو أب، فدارت الأيام فيأخذ من أبناء يلا كل واحد يدفع زكاته عندي، أنا عندي منافذ، فإن دفعوا له حتى شيخ القبيلة يجوز له. لكن من فقه، من هو عنده علم، مو بتصرف من رأسه، يجي واحد يمكر يا شيخ زيد تعال أنت ولا شيخ عمرو ولا بكر ولا خالد، أنت شكلك آخر السنة تبى السيارة وأنت شكلك فقير، خلاص خذ هذه سيارة جديدة يلا روح. وأنا أجي وقت الزكاة أقول والله يا أخي من مصاريف الزكاة أنا دفعت لواحد مسكين سيارة كاملة، طيب وفلان وعلان والثنين الثلاثة، لا هذا ولد عمي شيخ أو هذا قريبي. لأنه تصير هذه في مسألة القبائل، حتى تصير في مسألة شيوخ المسجد أو شيوخ كذا، أنه يقرب ناس دون ناس ما يجوز له. هنا في مسألة، نعم، المال لما يكون مالك أنت وتريد أن تدفع زكاته يجوز لك أن تختار من شئت، تدفعه لأختك الأولى، لا تدفعه للثانية، تدفعه لفلان دون فلان، تدفعه لزيد دون بكر، دون عمرو دون خالد، أنت براحتك، تدفعه لفقير دون فقير، تدفعه لفقير واحد حتى لدرجة الغنى، أنت على كيف. لكن من وكل، تعال يا شيخ أنا أعرفك في الحي أو تعرف ناس، هذه من الزكاة تنفقها على طلبة العلم المحتاجين، تنفقها على أهل البلد الفلاني، هنا ما يجوز المحاباة، هذه أمانة يجب عليك أن تؤديها. أولا هي مال لله والرجل أبرأ ذمته، تنفقها على تقاسيمها الشرعية. ما أعرف، لا تورط نفسك. أنا نفس القصة، أنا حطيت الزكاة في صندوق المسجد، أنا وكلتهم بتوزيع الزكاة على حسب هم إيش اتفاقهم، هم يعني قالوا التزموا بهذا الشيء، قالوا مثلا من وضع كذا احنا مسؤولين، خلاص انت تحطه في ذمته هو. وهنا تاتي الذمه العينيه لا تقبل. كيف الذمه غير العين؟ اللي هو كصندوق الان انا ما ادري من وضعه، طيب ممكن هم وضعوه قبل سنتين وكان مشرف رجل مثلا مهتم ويعرف منافذه، وانت جيت حطيت وهذا حط وهذا حط والناس مو مدارين ايش فيه. اتذكر زمان تعرفوا عند الحرم ما كان في صدقات، هي نفس الفكره، فكان الناس يمشوا مو عارفين، حجاج بعضهم عجم ما يدري، فيجي يسأل يقول إيش هذا، فنقول له مثلا صدقة أو زكاة، ما يفهم إيش صدقة أو زكاة، فيقول لا أنا عندي مثلا كفارة أو أنا عندي مثلا دم اللي هو فدية، فيقول يدفع يلا بس، فيدفع ويمشي. فما يجوز، لأنه هذه ذمة، يعني في شيء لابد له مقابل شيء. تقول لي ليش التشدد في الدين؟ أتذكر واحد كان عليه كفارة إطعام، فيبقى يحط كفارة الإطعام في إفطار صائم، صدقة إفطار صائم، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. إفطار الصائم قد أعطيه لأي أحد، ما أهتم، أعطيه لأي أحد، أفرش السفرة هكذا، يا جماعة تفضلوا حياكم الله على الإفطار، غني فقير، يعني في مسجد على العموم مثلا، في الحرم على العموم من جاء يفطر، كفارة لا، منافذه منافذ إيش؟ الزكاة، فما يجوز لي أن أصرفها لغيرها. ففي فرق. اي نعم، فلما يعني كلمته قال لي يا اخي انتم متشددين، مش متشدد انت الان لو رحت بتغير تعبي بنزين، بس في فرق بين الديزل والبنزين، ليش ما تقول انه متشدد؟ عبي منه من الاثنين كله وسيله طاقه. في درجات مختلفه. طيب بس السؤال اللي بيحط صندوق الزكاه المفروض انه هو متكفل، يعني خلاص يعني نعم، هذه تتحملها، يعني مسؤوليه. اي شيء تضعه، مثال اخر اجيب لك غير هذه، لو فتحت وقفا، مثال وضعت براده والناس بداوا يشربوا والدواب تشرب اصبح وقفا لله حتى لو ما نويت. شوف شوف الفقه في الدين ليش، لانه الوقف تاتيه نيه فعليه او نيه قوليه لفظية، يقول لك والله هذا وقف لله، ولو جاء الشيخ قال هذا وقف لله أصبح غير منافذ الصدقة، هي كله عطاء. يعني لو قال هذا هدية لك فرق، لو قال هذه صدقة فرق، لو قال هذا وقف فرق، لو قال هذا عطية فرق. ما الفرق؟ مثلا لو قال لك هدية تأخذه وتمشي حتى أخذته كامل،
ويأتي هنا ما أخذ بسيف الحائي فهو حرام، يعني يأتي يقول لك خذها هدية، فممكن تأخذ حبة ما تلوم. ليه؟ عرفا أنه ما يأخذ كثير، عرفا عرفا، لكن لو كوش عليها كله يقول لك هو أهداني، لا ما أهدا، هو فتحها بطريقة ومر. إذن في فرق ولا ما في فرق؟ أنا أتقصد هذا المثال، واللي في الزوم يفهمه أنه لو جاء إنسان مثلا بتبسي وأراد أن يقدم لك مثلا من الحلويات أو شيء، فقال لك تفضل، فتأخذ قطعة قطعتين على ما تعارف عليه الناس، لأنه نفس المثال هذا تصور أن تبسي فلوس، إيه مثلا وضع لك هدايا أو شيء يقول لك تفضل، فتأخذ بما أخذ به العرف، هذا الهبة أو الهدية. طيب إن كانت عطية، كيف عطية؟ إن قلت له هذه عطية لك، إن أخذها حتى وإن أخذها لا يملك إلا إن توفي المعطي، أنه عطية. ما العطية لا تكون إلا بعد الوفاة، ما تملك إلا بعد الوفاة. فلو جيت أنا بعد فترة بكرة وبعده قلت له شوف أنا فقيه وأخذ في الدورة أنه هذه عطية وليست هدية، رجع لي هي، فيجب عليه أن يرجعها. زي السلف يعني، زي السلف عطية. طيب. واحد أعطاك سيارة، وهذه تشير بين الزوجين الفقهاء، يقول هذه عطية لك، هذا البيت عطية. ليش عطية؟ ما تأخذي إلا بعد ما أموت، ما تديني وقت الحياة تقول لي أنت هذاك اليوم أعطيتني إياه مو حقك. أي طيب الثالثة، شفتوا الثالثة، قلت له صدقة، لو كان من أهل البيت ما يجوز له أن يأخذ، لو كان ليس فقيرا ما يجوز له أن يأخذ. طيب استحي يا شيخ، أنا أقدم لك، لا ما حد قال لك تقول لي صدقة، كما جعلت لي حدودا أنا ألتزم أيضا، أنا ماني من أهلها. طيب إذا كان هو يعرف من أهلها هنا لا، لا لماذا؟ لأني أنا أعطيه من باب إيش؟ أن تبرأ ذمتي، خاصة واجبة علي أنا مثلا الزكاة، آسف بالنسبة للزكاة، الصدقة يجوز، الصدقة إذا مريت أنت واحد يوزع لك صدقة فيجوز لك أن تأخذ وتنقلها، هذه الصدقة. يجوز لي وأنا داخل المسجد، الناس مثلا برا في المسجد يريدوا أن يصلوا، فيجوز أن أدخل أخذ سجاديد وأخرج وأفرش لهم إياها ويصلوا، ما في شيء، صدقة. لكن الزكاة لا، ليش؟ لأني ماني من أهلها حتى أخذها، لست من أهلها لأخذها. مثال أنت في الحرم وأنت ماشي وإنسان يوزع إيش؟ تمر، خذ. ليش أخذ؟ وأعطي غيرك، لما تأخذه ملكته وتعطي غيرك تصدقت. ولذلك قد تكون في الحرم، هذه من البركات في الحرم، أنك ما عندك ولا كيلو حتى تمر، وأنت واقف، يعني واقف بس وجودك من العصر إلى المغرب، شوف وزع على طول، خذ هذا وزع، خذ وزع. وفي ناس يسوي إيش لو ما عنده تمر؟ إيش يسوي؟ صدقة الزمزم، يدخل بالجك يجيب جك، رأس ماله جك، شوفوهم عند المطاف، سبحان الله مما وجدت أنهم مباركون حتى في ذرياتهم، وبعضهم فقراء. ذكر واحد كان هناك سوداني، ما أدري يسمعني ولا لا، كان مسكين على قد حاله، ما عرف هذا المكان، ما عاد رضي، ما ترك هذا المكان، كنا نقول له إيش تشتغل؟ قال بركة، لا أدري ما، لا تقول لي إيش اشتغل. وسبحان الله حتى أنه كان يجيب الترامس ويدخل الجك في الترمس ويوزع، وهذا ممنوع، كيف يسمحوا له؟ ما أدري، كأنهم لا يرون، ممنوع أنك تفك الترمس وتدخل الجك ما في حنفية عند المطاف، ما في حنفيات، كيف يفعلوا له؟ الكاميرات مرات تأتي عليه، ولا اتجهت عليه مرة ومرتين وخبرنا قلنا له ترى في كاميرات تسجله، ولا سولوا شيء، إلى الآن موجود ما شاء الله، تجدوه في الصف الأول، رجل لديه إمامة دائما يصلي في اليمين. إذا كانت زكاة أو صدقة يريد أن يعطيها لقريب مثلا أو إنسان يعرفه، لا يريد أن يحرجه فيقول له هذه هدية، لا جميل، نعم لا يجوز، إنه ليس ماله، إيش لي ما تحرجه؟ خلاص هدية، ما تبي تحرجه هدية أنت، لأنه هنا أحكام شرعية، أحكام شرعية ما يجوز. ممكن أنا أفعل له في طريقة أخرى، كيف؟ أجي أقول له يا أخي شوف، أنت مثلا من المقربين أو عندك ناس أو شيء، وجاءتني ما زكاة، زكاة، وهذه الزكاة أنا أعطيك إياها وأنت تصرف فيها، شوف أنت دبر رأسك، يعني إذا تعرف أحد يعني تصرف فيها بما تجده مناسبا، يجوز له، المهم العالم أن هذه زكاة مو على كيف. أين؟ بس ممكن أسكت مثلا، هي زكاة لكن أسكت، بس أقول له تفضل، ممكن؟ إذا بالعرف يعرف أن هذه زكاة يجوز، أما إذا ما يعرف ما ينفع. كيف عرفا؟ إنسان مثلا يطلبك
وعلمت أنه فقير وتريد أن تعطيه، ما يحتاج تقول له ترى هذه زكاة عن حولي الذي مر هي زكاة كذا وكذا، لا ما تخبره، ما تخبره. لما تعطي زكاة ما فيك تأخذها تاني، لا ما يجوز. والهدية، والهدية ما يجوز إذا ملكها، إذا قبضها. متى يملكها؟ إذا قبضها. يعني جيت عند الشيخ ترى عندي سيارة بعطيك إياها، وينها؟ ما نقلت ملكيتها ولا أعطيته إياها، يجوز لأني بطلت ما بعطيك. لكن إن ملكها أصبحت في حوزته، كيف يملكها؟ متى تملك؟ إن كان منقولا بالنقل. كيف المنقول؟ مثل المفاتيح، مثل السيارة، مثل القلم. أريد أن أهديك هذا القلم، طب أنا ما أعطيتك إياه، لم يصل إلى ملكك، يجوز لي أنا أتصرف يرجع بيعه، بطلت، وجدت واحد يدفع لي فيه. إن كان عقارا لتفريغه، الآن زي وقتنا الحاضر اللي مساتيش نقل الملكية في مكاتب العقار أو على عرف الناس، سجل على عرف الناس. أين يعني عرف الناس؟ طيب إن كان، أو إن كان طيب شيء يعني منزلا أو يعني بين المنقول والعقار بالتخلية، يعني أتركه لك خلاص بين يديك، خليته لك، أنا أروح أتصرف فيه. فكونك يجوز لك التصرف فيه، يعني دست لك، رحت سويت فيه أي شيء، غيرت حجمه، غيرت شكله، قدمت أوله آخره طبخة، قلت لك هي لك فرحت غيرتها، هذه ملكتها، ما يجوز لي أني أرجع فيها. القرض الحسن، القرض هذا دين، إن أعطيتك أنا دين يجب عليك أن ترده لي، لكن إن سامحتك خلاص ما يجوز لي. وبلغك الكلام، يعني مثال أنا أحسب، فوجدت مثلا علي زكاة، علي زكاة 100,000، كم زكاتها؟ 2500. فلما بحثت وجدت أن واحد اسمه جيم، فجيم هذا متسلف مني 1,000 ريال، 1,000 مثلا، ما عداها له فترة ما عداها، وعلمت أنه الآن فقير، هل يجوز أن أدفع، أن أخرج 1,000 هذه للزكاة؟ يجوز. طيب فين أوديها 1,000 هذه؟ خليها عندي، ما أعطيها إياه، أخليها عندي، بس لا أتخذها عادة. ليش؟ لأن بعض الفقهاء يقولوا ما يجوز أن تستفيد من الزكاة، أن تجعلها لدينك أنت. بس أنت هتروح تقول له خلاص أنا سامح، أي تبلغه، أي السلام عليكم الكمبيالات هذه أو شيء، لحد يطالبك هذا 1,000 خاص شدد لك عنك. أنت هتقول له أنا سمحت بنية الزكاة؟ لا ما سمحت، فينا أحد دبرت لك، ما يحتاج تمن علي المنة، أنك تقول والله أنا أعطيتك، وأنا ترى أنت مضيع نفسك، شوف أنا كم مرة نصحتك، وهذه المرة هي شوف جاتك من الله، ترى انتبه. لا لا لا، هذه الزكاة يا مشايخ انتبه، حتى لو كان أخوك ابنك ما أدريش، الزكاة مال الله، الله اختار له أن يكون فقيرا، مش المشكلة. الرسول السلام استعاذ من إيش؟ من الفقر، لكن سأل الله أن يحشره مع زمرة المساكين، المسكنة طيبة. فلا تنتقل الزكاة، متى يجوز نقل الزكاة من منطقة إلى أخرى؟ لا تنتقل الزكاة إلا أن لا يجد من يأخذها في منطقته. ما حكم من دفع الزكاة لمستحقها ثم مات؟ إن دفعها إلى مستحقها فمات، أو استغنى، أو ارتد أجزاءه، كيف يعني؟ المستلم استغنى، كان فقيرا وأنا دفعت له الزكاة، قدر الله بعد يومين مات جده هذا الفقير وأصبح غنيا، هل يلزمني أعيدها؟ لا. ابن السبيل سيأتي معنا، من هو ابن السبيل؟ غني أو فقير لكن انقطع، جاء في منطقة ما عنده لا بطاقة تشتغل ولا فلوس تصرف، وما استطاع، الآن مسافر هو ما عنده، هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ نعم، ابن سبيل انقطعت به السبل، حتى وإن كان غنيا في بلده، ذهب إلى زيارة أو حج فانقطع به الطريق، توقفت أموره، يجوز له أن يأخذ؟ نعم يجوز له أن يأخذ من الزكاة ويعطى، لو جاء إلى تاجر فقال انقطع سبيلي فأعطني، يجوز له أن يعطي. طيب أنا إذا عدت إلى أرضي وموطني يصبح عندي إيش؟ مال، فما حكمه؟ ما يجوز، يجوز أن تعطيه إن كان غنيا، إن كان شيخا في قبيلتي أو إماما أو تاجرا، تحدث هذه تحصل هي في مثلا في الحج، هي سرق أو شيء في ليلتي يجوز أن تعطيه. وهذه يعني يريدها قصة من تعلم اليوم في أذكروني بها، قصة العراقي ومصر عشان تربطوا العراقي ومصر. طيب ما حكم من دفع الزكاة لمستحقها ثم مات؟ إن دفعها إلى مستحقها فمات،
أو استغنى أصبح غنيا أو ارتد أجزاته، ما حكم من عجل بالزكاة إلى غير مستحقها؟ جاء هذا عكس هذا. أي نعم، هو الزكاة عنده مثلا الشهر الجاي، فهو اجتهد وأراد أن يزكي اليوم، باقي لسه شهر، لكن دفعها إلى غير مستحقها. إن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. يعني أنا لما أعطيت اليوم زكاتي إلى باء فقير، فجاءني واحد نصحني قال لي ترى هذا ما هو فقير، يعني ليش تعطيه؟ جاء وقت وجوب الزكاة اللي هو بعد شهر، وإذا بباء هذا سبحان الله فقير، فقلت يلا خلاص خيرة بركة أصبح فقيرا خلاص. لا، يعني الخلاصة العبرة من هذا السؤال والإجابة أن العبرة بالوقت الإخراج، سواء منك أنت كم مالك وكم نصابك وأنت حي أم لست بحي، وأيضا في حال المزكى له فقره الآن، فنحن ننظر إلى وقته الآن. يعني مثال مر معنا ابن السبيل، هو الآن فقير في الحج اللي ضايع عليه البطاقة وكذا، لكن غني، والعكس قد يكون الآن إيش فقير، أنت الآن أعطيته وجاء وقت وجوب الزكاة عليك وإذا به غني، هل تسقط ولا ما تسقط؟ ما حكم من عجل بالزكاة؟ إن عجل إلى غير مستحقها لم تجزه، وإن صار عند وجوبها وإن صار عند الوجوب من أهلها. لا، هنا العكس، يعني كيف أنا لما أعطيته هو غني وصار وقت وجوبها اللي واجب عليه فقير، طب أنا أعطيته قبل شهر، لا ما تجزي، لازم أدفع مرة ثانية. تفضل. واحد كان لو حد ما دفعش الزكاة مثلا لسنين، أو يعني ما دفعش الزكاة لسنين وبعدين اختفى وأصبح ما عندوش مال يطبع منه الزكاة، لا يسدد عليه، هو 90% هذا اللي يحصل. ليش؟ الناس كثير اللي ما يدي الزكاة يفقر، هذه معلومة ترى لاحظتها وجدتها في حياتي، اللي ما يدفع من أعطاه الله مالا ولم يؤدي زكاته فهو إحدى أمرين، إما أن يفقر في حياته وهذه من نعم الله عليه أن يعاقبه في الدنيا، وإذا وجدته مستمر في الغنى فعقابه في الآخرة أشد. أي إنسان تجده في معصية، سأل الله أن يجنبنا وإياكم المعصية، أي إنسان في نعمة أو في معصية، في معصية مثلا شاب تهور ويقع في المعاصي، يتنقل من زنا إلى خمر إلى كذا وهو مستور، يستغرب تقول سبحان الله ربي ساترك، لا أحد يمسكك ولا سمعة يعني تطلع عليك، والناس تجد لهم قبول عندك، يعني ما من أسرة قد تخطب ابنتهم إلا يوافق، كيف ما أدري؟ فهذا لا تفرح، ترى ربي معبي لك حاجة، فإما أن تعاجل، طيب ماذا أفعل؟ خلاص انتظر المشنق، انتظر النار جهنم؟ لا، عجل، من أكرمك تكرمه ولا لا؟ إيه، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ما دام الله يسترك ولم ينتقل يعني إلى فضحك، فهذه نعمة من نعم الله، حاول أنك تستر نفسك، عجل بالتوبة. ومن أعطاه الله نعمة، كيف نعمة؟ سبحان الله، وجدت قبول عند الناس، وجدت أن الله رزقك مجاورة بيته، هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ فحاول أن لا تصرفها إلى معصية، أنك ما تغتنم هذه النعمة. من أعطاه الله مالا فتأخر من دفع زكاته فغالبا يفقر في آخر حياته، يفقر ولا يتمتع فيها. طيب هل تلزمه الزكاة؟ نعم، سيحاسبك الله عنها، إن حق واجب كالشاب الذي وجبت عليه الصلاة، ويجيك بعدين يعني بعد 3-4 سنوات يقول لك ما كنت أصلي أو ما كنت أصوم. تفضل. لو بدأ يجيله معه يسد ديون الزكاة، نعم، لأنه دين، ومر معنا في الفرائض أنه لو مات ما زكى يسدد عنه. طب لو جاء ابنه أو ورثته قالوا ما لنا دخل، ما في شيء يثبت، ها؟ لا، هو يعتبر دين عليه، هذا الزكاة تعتبر دين. طيب إنسان واحد مثلا كان مفروض يطلع زكاة مثلا لمدة 10 سنين 5,000 10 سنين، فكان المفروض يطلع 50,000 ما طلعهاش، افتقر، واخد بالك، لمدة 3-4-5 سنين كويس، بعد كده ممكن يطلع زكاة، ما زال لسه مديون لسه بتاع، بس ممكن يطلع زكاة، واخد بالك، هل يطلع، هل كأن يعتبر 50,000 دي دين من الديون اللي عليه؟ نعم، واخد بالك، لو استطاع ان هو يعمل يسددها ولا خلاص، ولا يبدأ من
هل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها؟ هل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها؟ لا يجوز، ما دام أنت الآن الحساب إنه إنسان عليه 100,000 زكاة 2500 يدفع الزكاة الآن، ما دفع الزكاة هذه دين عليك، هذه 2500 دين عليك، جاء بعد سنة ما عنده ال 2500 دين عليه، بعد سنة بعد يوم بعد يومين ويأثم على التأخير. نفس الشيء في الصلاة، نفس الشيء، إنسان وجبت عليه صلاة الفجر فلم يؤديها، خرج وقتها، بقي في ذمته وسيسأله الله عنها. أداء هي من باب الكفارة. مر معنا المعاصي، من وقع في معصية من ترك الصلاة، من ترك الزكاة واجب عليه أن يؤديها، صح؟ إلا الصيام. ما مر معي أن من تركها تهاونا الصيام أنه يعيش يقضيه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصوم لله، صوم لي وأنا أجزي به. ما العلماء من قالوا هذا تفسيره، إن الصوم جعل لله فما في جزاء، من تركه تهاونا ما تلزمه بإيش؟ بالقضاء. مرة معنا، لا احنا ما أخذنا في قصة الصيام. طيب، باب من يجوز دفع الزكاة إليهم وهو آخر لقاء. قال الله تعالى إنما الصدقات أي الزكاة للفقراء والمساكين، 2-3 والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب هؤلاء الثمانية كيف أنت تلزمني بهم؟ فريضة من الله. الفقهاء يقول إن قال الله فريضة هذا يدل على الوجوب، هذه من الألفاظ الوجوب. لو تذكروا بداية الدورات أحد الشباب سألني كيف نفرق، هذه آية أو حديث، طيب كيف أنقلها إلى الوجوب؟ من ألفاظ الوجوب فريضة، قضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وجوب العبادة لله، وبالوالدين إحسانا، وهكذا. والله عليم حكيم. سورة وروى جرير بن عبد الله، من هو جرير هذا؟ جرير بن عبد الله رضي الله عنه الأمير النبيل الجميل، حتى كانوا أنه يقول أنه هذا يوسف أمة محمد، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، كذا يعني لما اتفق مع النبي قال سأنصح لكل مسلم، وهذه من السنن الطيبة. ما تجد أخوك على مهلكة، أخوك أي مسلم أو حتى لو الغير مسلم يجوز النصيحة، يعني مثلا واحد مثلا اشترى سيارة ما هي مناسبة، اشترى بيت مو مناسب، النصح نصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وكان جريرا من آخر من أسلم. قال قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخير، هذه أيضا من السنة التي مرت خاصة في جرير هذا. فوضع صلى الله عليه وسلم يده على وجهه على صدري، شك في الرواية، وقال اللهم اجعله هاديا مهديا. وقال جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم. فلو جئت سألت مثل أبو بكر ما قولك في الرسول، أنا أحب واحد عند الرسول، أنا مقامي يضحك في وجهي، يبتسم، يعطيني، يقدمني على الآخرين. تجي تسأل جرير نفس الشيء، تجي تسأل عائشة هو أحب، أنا أحب النساء له. فلذلك من رزقه الله نصبح أبا أو مسؤولا يساوي في المعاملة، تجعل هذه من النعم التي ميز الله بها الرسول، إيش هي؟ إن خلقه من ربي، أدبني ربي فأحسن تأديب. فالإنسان إذا أراد أن يتعلم كيف يدير الأمور منها هذه، أنك توازي بين الناس، مو مجلس القضاء، مجلس القضاء يجب عليك أنت تنصف بين الخصمين حتى بالصوت، ما ترفع صوتك على واحد وتترك الثاني. إيش دليلك يا شيخ أنت؟ أنت إيش دليلك لو سمحت؟ أعطينا حجة عشان هذا باين عليه الشيطان والرجيم. لا، ما يجوز. في غير القضاء من الحكمة والذكاء أن تساوي بين الناس جميعا. طيب، توفي سنة 51. قال جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق، من هو المصدق اللي يدفع له الزكاة؟ اللي هم العاملين عليها. طيب ننتقل إلى اللقاء الثالث.